موقفان متعارضان حيال تمويل المحكمة الدولية صدرا عقب اللقاء الذي جمع الرئيسين فؤاد السنيورة وعمر كرامي في دارة الأخير في بيروت، حيث شددا على أنه لقاء روتيني للبحث في آخر التطورات. الرئيس السنيورة الذي أكد ردا على سؤال ألا معلومات واضحة لديه بشأن استقالة القاضي أنطونيو كاسيزي من منصبه، استغرب ترحيب بعضهم بهذه الاستقالة بعدما كانوا في السابق شنوا الحملات على كاسيزي نفسه، لافتا إلى أن تمويل المحكمة أمر لا بد أن يحصل رغم وجود وجهات نظر مختلفة. التمويل هو أصبح دينا متوجبا على لبنان، ومهما قيل من هنا أو من هناك فهذا لن يغير الأمر، ويجب أن نعترف بحقيقة. أراد البعض منا أن يقبل ذلك أو أن لا يقبل ذلك، المحكمة جرى إقرارها وبنود معينة فيها بموجب البند السابع، وهذا قانون دولي يسمو على القوانين المحلية. أما الرئيس كرامي فعبر عن موقف رافض للتمويل طارحا تساؤلات بشأن زيادة الأجور التي أقرت. أنا قلت على أثر ما سمعته من المسؤولين أنه بمجلس الوزراء لن تمر وبمجلس النواب لن تمر، ولذلك يعني أنا أقول جازما بأنه لن يكون هناك تمويل للمحكمة. ما بعرف كيف يعني الرئيس ما يعطي بالضيوفي يوعده وعن أي طريق. وطبعا تحدثنا عن موضوع الاقتصادي والزيادات على الرواتب، يعني اللي فهمته إنه ما صدر عن مجلس الوزراء بالأمس يعني بيكلف الخزينة 600 مليون دولار. طب هذه منين بدهم يجيبوها؟ هذا وتناول البحث بين السنيورة وكرامة انتخابات المجلس الشرعي الأعلى في دار الفتوى، فشددا على أن الإصلاح هو المنشود مهما كانت الظروف.